يلا يا فريوس، يلا يا غزل. يا غزل بص يا غزل، ايه ده؟ الله يا امي، ده حلو قوي. ماما جابت لي فانوس رمضان على شكل محمد صلاح، جميل قوي. تعرفي يا غزل، انت وفيروز الصالحة شكلها حلو قوي قوي عليك. شكرا يا امي. ايه رايك، شكلها حلو عليا؟ اه يا امي بجد. اه ماشي، انا رايحه بقى المدرسه بتاعتي. يا امي نعم، ممكن تخليكي واقفه معايا يا امي لحد ما باص يجي عشان انا خايفه؟ ما ينفعش، ما كده هتاخر على المدرسه بتاعتي وماما هتزعقلي. والنبي خليك انا معايا عشان انا خايفه. والله ما ينفع، معلش يا غزل، معلش يا فيروز، انا ماشيه بقى. خايفه يا فيروز. وانا كمان. مع السلامه. انا خايفه قوي. وانا كمان يا غزل. يا ريس خلاص، حاضر اللي انت عايزه يا معلم. خلاص، ما انا قدامي بيتين اهو، عمال امن عليهم اهو. والله هجيب لك اللي انت عايزه النهارده، بس اهم حاجه ليا 100 باكو، ماليش دعوه يا عم، مش هحسب لها ولا حاجه. خلاص تمام يا عم، سيبني بقى دلوقتي. ازيكم، عاملين ايه؟ اهلا. انت اسمك ايه بقى؟ فيروز. وانت اسمك ايه؟ غزل. اسمك غزل؟ اه. وانت فيروز؟ بصوا بقى، احنا في حاجه حلوه قوي هنعملوها. ايه؟ بصوا بقى، ايه رايكم لو اجيب لكم بقى فانوس رمضان؟ ايه؟ عايزه فانوس رمضان؟ اه. وانت عايزه فانوس رمضان؟ بجد؟ اه. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 8. يعني كام يا حبيبتي؟ تمام. وانت عندك كام سنة؟ انا عندي 4. اه. طيب. ثانية بس. ايه فريودة؟ ثانية عشان اقول لهم الفوانيس لسن 8 سنين. يا رئيس. ايه فريودة؟ 8 سنين واربعة. شغال معاك؟ تمام. بص بقى، ده انا هجيب لكم فانوس حلو قوي. بس اهم حاجة تسمعوا الكلام، ماشي؟ ماشي. اهم حاجة ايه؟ اللي يسمع الكلام هجيب له كل واحد 2 فانوس. يلا بينا يا حبايبي. يلا بينا. عمو. ايه يا حبيبتي؟ انت بتجري ليه يا عمو؟ عشان نلحق الفانوس. بجد يا عمو؟ بجد يا حبيبتي. هو هيخلصه؟ اه. ازيك يا هند؟ ازيك يا مك؟ الحمد لله يا امنية. ايه ده؟ الله، الفانوس الحلو ده يا امنية مين جايبهولك؟ الله يا امنية، ده جميل قوي، مين اللي جايبهولك يا امنية؟ بابا جايبهولي. بابا عجبني قوي. ده جميل قوي. اطلب منه حاجه يجيبها لي على طول. حلوه قوي يا امنيه. جميل قوي. انا عايزه اقول لكم على حاجه. اتفضلي يا امنيه. غزل اللي تركب معاكم الباص واقفه وخايفه. بجد؟ والله مستنياك. خلاص ماشي. يلا يا حبايبي. يلا يا عم محمد. جاهزين؟ جاهزين. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. عم محمد. نعم. خلي بالك، غزل وفيروز اللي بيركبوا معاك الباص مستنيينك وخايفين قوي. ما انا رايح لهم دلوقتي يا حبيبتي. تمام. يلا بينا يا حبايبي. يلا بينا. يلا. تعالوا اركبوا يلا. يلا يا مكة. مع السلامة يا مكة، مع السلامة يا هاني. باي باي يا حبيبتي. يلا بينا عشان اجيب يا غزل، يا فروز، غزل، السلام عليكم. يا مدام، البنات فين؟ انا تحت البيت اهو، نزلوا بقالهم ربع ساعة، مفيش حد تحت. ايوه يا عم، يعني ايه مفيش حد تحت؟ ايه يا ام غزل؟ ايوه يا عم محمد، الولاد كانوا واقفين هنا، انا سايباهم واقفين هنا، قلت لهم استنوا الباص. انا لسه جاي دلوقتي، ما شفتش حد فيهم. يعني ايه؟ انا قلت لهم اقفوا استنوا الباص، انا 10 دقايق وهيجي لكم. على فكره الصبح انا شفت زميلتهم امنيه وقالت لي فروس وغزل واقفين وخايفين. خايفين ازاي؟ طب ثواني يا عم محمد، معلش. ان شاء الله خير، ربنا يستر. ايوه يا محمد، هما كانوا هنا يا محمد، راحوا فين؟ انا ما شفتهمش والله، انا لسه جاي دلوقتي.
طب راحوا فين طيب؟ انا سايباهم قلت ممكن يكونوا بيجيبوا بيشتروا حاجه من السوبر ماركت. يا عم محمد انا حاطه لهم كل حاجه في شنطتهم اللانش بوكس والعصير، وبعدين مش معودين يروحوا السوبر ماركت لوحدهم. ربنا يستر ان شاء الله هتلاقيهم يا رب ان شاء الله. طب راحوا فين؟ انا ما اعرفش، انا قلت لهم استنوا الباص هنا 10 دقايق وهيجي. طب تعالى كده نبص عليهم هنا كده ولا كده. كان وقفوا مستنيك على اول الشارع ولا حاجه؟ لا مفيش حد، ما لسه جاي دلوقتي من اول الشارع ما شفتش حد. هعمل ايه؟ انا مفيش حد واقف قدامي. طب معلش يا ام غزل همشي انا عشان معايا الطلبه عشان ما يتاخروش عن المدرسه. طيب ماشي، وانا هسال حارس العقار يمكن يكون شافهم. ان شاء الله هتلاقيهم. شكرا شكرا يا عم محمد. وانا اتصل عليك اطمن عليهم. خلاص ربنا يخليك يا عم محمد. ربنا يستر. ابو مسمار يا ابو مسمار. عايزين فوانيس. عايزين فوانيس. حاضر. عايزين فوانيس. ابو مسمار في ايه؟ ابويا لو سمحك هيديكي بالجزمه. اديكي بالجزمه؟ ايوه. انت قليل ادب يا ابو مسمار. قوم شوف ابنك. بص اسكت اسكت انت. ابو مسمار يا ابو مسمار والنبي قوم يا ابو مسمار. هيمد ايدي عليكي. اقعد ساكت مالكش دعوه انت. ابو مسمار هديكي بالجزمه. اسمع مني يا ابو مسمار. بس يا ابو ساكت. ابو مسمار انا ابو فيروز وغزل يا ابو مسمار. وليه انت ده؟ وليه مين يا ابو مسمار؟ انا ابو غزل وفيروز. هس اديب الجزمه. هس بس يا ولد طالع من نفسك يا ولد. انت هتهزر؟ هضربني انا طالع. اقعد ساكت. ابو مسمار يا رب ما يصحى. يا ابو مسمار يا رب ما يصحى. يا ابو مسمار انا ابو غزل وفيروز. ابعد يا مسمار. حاضر يا بابا. نام انت عاوز يا مسمار. يا عم فوق بقى بالله عليك. انا ابو غزل وفيروز. يا عم ادي عليكي. الفلوس عندك في الثلاجه يا مسمار. فلوس في يا نهار ابيض يا نهار ابيض. يا ابو مسمار هيجبني انا. اقعد ست. هيشبطني على انا. ابو مسمار يا ام مدي عليك. خلاص يا ابو مسمار. ابو مسمار انا ابو غزل وفيروز والنبي يا ابو مسمار. مسمار انا ابو غزل وفيروز. يا ابو مسمار عشان خاطري قوم يا ابو ده صحي ازاي ده يا رب. نام يا رب. صحي ازاي ده؟ نام يا ابني انت بتطلع ابنك. اقعد ست. ده ايه ده؟ ابو مسمار عم صحي ازاي ده؟ ابو مسمار قوم. ابو مسمار يا نهار ابيض. ده بيصحى ده ولا بيعمل ايه؟ ابو مسمار قوم والنبي. يا ابو مسمار بابا! ابو مسمار ساعدني من النوم ليه؟ ايه ده؟ يا ابو مسمار قوم. انا مش لاقي غزل وفيروز. ابو مسمار انا مش لاقي غزل وفيروز والنبي قوم ساعدني. ما شفتهمش عندهم من قدامك. مش لاقيهم ايه؟ مش فاهم انا. وانت اللي حاجت صحي. مش انت اللي ساعدتني. احنا بنتكلم في ايه دلوقتي ولا في ايه؟ ابو مسمار نعم. والنبي انتبه معايا شويه. غزل وفيروز بناتي. طيب اقعد 5 دقايق فوق كده ابقى معاك. يا انا اعمل ايه دلوقتي؟ ابو مسمار والنبي ركز معايا. ابو مسمار ركز معايا. والنبي يا بابا. يا ابني اهدى. والنبي اقعد ساكت شويه. والنبي ما تضربني. هي اللي صحتك. انا اللي صحتك يا ابو مسمار. اسمعني، غزل وفيروز ولادي نازلين المدرسه. يا عم غزل عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. انت فاكرني يا ابو مسمار في ايه؟ معلش والله ما خدتش بالي. يا ابو مسمار بالله عليك افهمني بقى وركز معايا. اتفضلي. غزل وفيروز وبناتي نازلين المدرسه. قلت لهم اقفوا استنوا الباص بحسب السواق هيجي على طول. السواق ابو مسمار. قوم بقى يا ابو مسمار والنبي. ماشي معاكي والله. يا ابو مسمار والنبي ركز معانا. مش لاقي بناتي يا ابو مسمار. نام يا بابا. نام يا ابو مسمار. والنبي ركز معايا. الله يخليك. انا مش لاقي بناتي غزل وفيروز. انا تعبت والله. الناس اعمل ايه انا مع الراجل ده؟ يا ابو مسمار اللي انت عاوز ايه يعني؟ بناتي غزل وفيروز. انا مش امك تحضري الحمام. ادخل يلا يا ابو مسمار. ركز معايا. ايه يا ست الكل؟ ابو مسمار فايق. ايوه يا ابو والله معاك. خلاص فوق. يا ابو مسمار
عشان بابا يا مصبار في فرح تاني يا ابني. المايه قطعت. المايه قطعت؟ اه انا فكرتك مش لاقي امك جوه. يا ابو مسمار لا انا مش لاقيه بناتي. ركز معايا يا ونبي. ايوه ليه؟ مش لاقيه بناتي. غزل وفيروز نزلوا يستنوا الباص الصبح، الباص جه وما لقاهمش. بابا انك انت كل يوم بتنزليهم يا ام غزل. معلش انا امبارح نايمه متاخر فقلت هدخل انام وبحسب الباص هيجي بسرعه، تقريبا الباص اتاخر عليهم والبنات مشوا معاهم. شفتي بقى فيه. شفتي لو كنت سمعت كلامي وركبنا كاميرات في العماره صح كنت هتشوف عيالك. عندك صح وانت قاعده جوه. والله عندك حق. والله الكاميرات دي امان، الكاميرات دي امان. عندك حق بس والنبي تعالى معايا ادور على بناتي. ربنا يخليك يا مسمار. ماشي عينيا الاثنين. بابا يا مسمار اليوم ده ومش عارف انام. معلش يا مسمار نام. تعالى معايا عاوزك يا مسمار في مصلحه. ابو مسمار والنبي بسرعه. تعالى يا استكل. والله بابا ايه يا مسمار؟ اجيب الشراب. تعالى بالشراب يا مسمار. والنبي يا مسمار اجري معايا بسرعه. يا لو سمحتي انت يا بنت، انت يا بنت مش بكلمك. لو سمحتي ما شفتيش بنت. قولي لها مواصفات. ماشي بنتين لابسين قميص لبني وواحده لابسه تيشيرت ازرق رايحين المدرسه. ما عدوش من قدامك هنا راحوا كده ولا كده؟ شفتيهم؟ ها؟ لا بس انا اقول لك على حاجه. قولي اللي انت عايزاه. اديني 100 جنيه. اه هاتي 100 جنيه. اديها يا عم. ليه بس فاهمين برضه نفهمه برضه وهندوها كده وخلاص. ماشي انت شفتيهم؟ خلاص انا شفتهم مش هقول لك شفتهم فين. يلا اديها يا ابو مسمار عشان خاطري. ما تبعكيش فلوس ولا انا نزلت متسربعه من البيت ما حدش ياخد حاجه. يعني اصرف. اصرف يا ابو مسمار اصرف. اصرف يا معلم. خدي 100 جنيه اهي. قولي لي بقى فين فين بناتي؟ ما تصبري عليا يا مدى. في ايه؟ طب بالراحه شفتي وانا قلبي وجعني عليهم عشان خاطري رايحين. ايه ده؟ انت فاضي يا ابني؟ سيبنا في موضوعنا الاول. اهدى قولي. المسمار اهدى بقى. قولي عشان خاطري. يلا بينا. يلا مش ده بكار. يا ستي بكار ايه؟ العيال كلهم صحابه دول شبه بكار. تعرفي بقى؟ ايوه شبه. يا ابو مسمار يا ابو مسمار يا ابو مسمار. ولا مسمار يا بابا خليك تعمل مسلسل في التلفزيون يعني. ابو مسمار ابو مسمار الوقت بيضيع وانا بناتي يا ابو مسمار مش لاقياهم وكل ثانيه بتعدي عليهم خطر. اصبري يا مدام خمس دقايق بس. اصبري خمس دقايق وهقول لك هما فين. طب قولي لي عشان خاطري. طب انت عارفه طيب كل قولي لي على الحلاوه. لو العيال ليك الحلاوه بس ايه؟ تاخدي بعدك وتمشي تروحي بيت. تمام. تشربي لك كوبايه ميه. يا بنتي احنا في رمضان يا بنتي ربنا يهديكي. سيبيني اكمل كلامي وتخشي تنامي شويه وتقولي لي بيتك فين. هروح الف في الشوارع كلها واسال صحابي كلهم ما شفتوش كانت لابسه ايه وايه؟ قميص بامبي وتيشيرت ازرق بتوع المدرسه. كانت لابسه تيشيرت بامبي وقميص ازرق. يا لهوي قميص بامبي وتيشيرت ازرق. عارفه لو كنا ركبنا كاميرات كنت ريحنا دماغنا من كل ده. انت فين يا عم؟ كنت زماني نايم. يا عمي ده انتوا هتفطروني النهارده ولا يا عمي؟ انا فطرت يا ابو مسمار. نهار ابيض. ايه يا مسمار؟ هقول لامي. ماشي والله ما تقولي. يا عمي يا عمي والله خبلتوه. ما عارف انا صايم يا جماعه. حرام عليكم. انا بناتي انت ساكن فين عشان اجيب لك العيال بعد ما اول ساعه 8 يا بنت ابو مسمار على بيتك. انت ما تسمعيش عني ولا ايه؟ يا ابو مسمار مش وقت انت بتعرفها. هو في حد ما يعرفناش؟ لا هو مفيش حد ما يعرفنيش انا. ده انا مشهور. ده انا اسمي سو. تلاقي ابنك ده عرفني ولا اعرفها يا بابا. طب والنبي بصي عشان خاطري بس. انت شفتي بنات ولا لا؟ وانت بتقولي كده وخلاص ريحي. ما بقولك ادور عليهم. يلا امشي يا مدام. يا بابا انت فطرت؟ هقول لامي. صبرا يلا اقعد ساكت. يا ابو مسمار مش وقت عشان خاطري. انا بناتي في خاطر يا ابو مسمار. انت ندور عليهم. صبرا يلا والنبي بينا يا ابو مسمار. يلا بينا. بق سخن قوي الشاي ده. ابو مسمار احنا في رمضان حرام عليك والله. الله يلا. والله انا ولا شفت حد ولا تيشيرتات بامبي ولا اللي هي عماله تقول عليه ده. بس هو شرب كوبايه شاي ب 100 جنيه لازم اضحك عليه وبعدين اروح انام. انا صايمه تعبت طول النهار. رمضان كريم فتح يا عليم 30 يوم فيه هنا وسعادة. الله 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 قعدة رمضان حلوة يا جدعان شهر الإحسان.
سلمى عاملة ايه؟ ايه اخبارك؟ كله ده وعيالك عاملين ايه؟ الحمد لله بخير. كويسين؟ عامل ايه يا سيد؟ الحمد لله كويس كويس. ولا يا صالح صايم يلا ولا زي كل سنة؟ عيب عليك يا عم محمود صايم. لا والله ابو مسمار كل سنة كده. لا هتاخد فطار. ابو مسمار يا بابا الواد ده عدى عليه. ابو مسمار انا عايز والنبي والنبي في ايه؟ بصي انا بنتي غزل وفيروز كانوا رايحين المدرسه الصبح، الباص جه ياخدهم ما لقاهمش، ما شفتيهمش معديين قدامك لابسين قميص بامبي وتيشيرت ازرق، ما شفتهمش؟ والله ما شفت حد. بس اقول لك على حاجه، نصيحه مني ليكي. ايوه احنا كان عندنا واحد ساكن في الدور الاول. أيوة. ابنه اتخطف في نفس اليوم، راح عمل محضر وابنه نام في حضنه. نام في حضنه؟ محضر. تعملي ايه محضر؟ اتخطفت يا نهار اسود. طب انا اعمل ايه؟ ابوهم هيعمل لي ايه؟ ده ابوهم مش هيسيبني، ابوهم مش هيسيبني. انت غلطانه، عينك على عيالك. والله مركبين كاميرات هنا. لا مش مركبين حاجه، هو راح عمل محضر ليه؟ محضر وصلت للمحضر ده، انا جوزي مش هيسيبني، والله مش هيسيبني. انا تعالى بقول لك ما تلفيش، روحي اعملي محضر على طول. اعمل ايه يا ابو مسمار؟ اعمل ايه؟ بتقول لك الصح. رب يا رب استر. انا بقول لك اللي شفته قدامي وعمل ايه. ماشي ماشي ربنا يخليك. ابو مسمار معايا والنبي على طول يا ابو مسمار نعمل محضر في الاسم. لا انا ما اروحش، حضرتك تروحي. طب ما انت روح معايا، انا ما اعرفش اتصرف جوه يا ابو مسمار، ما اعرفش اعمل ايه جوه. انا بابا ايه؟ انا عايز اعمل محضر. محضر؟ ايوه يا ابو مسمار تعالى معايا، تعالى معايا. يا دي هو عايز اعمل محضر. تعمل محضر في مين يا دي يا مسمار؟ فيك يا بابا وفي امي ام غزل. ام غزل انا كمان اللي عملت لك ايه يا مسمار؟ مش عارف انام في ام العماره. يعني ينفع كده؟ معلش يا دي يا مسمار. ابو مسمار نعم. انا بناتي مش لاقياهم، وكل وقت بيضيع عليهم خطر عليهم وعلى صحتهم والنبي عليهم خطر. تعالوا روحوا معاهم. أنا مسمار تعالى معايا يا ابو مسمار. انا خلاص نعم. اتكلم انا ما بروحش مع حد، بس عشان خاطرك انت بس. ربنا معلش يا مسمار. يا حبيبة مسمار. يا حبيبتي ياما. يا برضه ياما انا مسمار، انا ابوك حبيبك يا مسمار، هتزعلني منك ليه؟ طب بالليل بقى مش هجيب لك الكنافة اللي انت بتحبها. ابو مسمار. ابو مسمار. ابو مسمار. ايه؟ هجيب لك الكنافة؟ اه. هقولها ان انت شربت شاي النهارده. لا انا هجيب لك والله، انا هجيب لك بالمانجا. لا والله بالمانجا. ماشي. بالليل بالشراب. يلا بينا عشان خاطر النبي. يلا بينا. روح معايا يا ابو مسمار. هاجي لك بالليل عشان عاوزك في موضوع. خلاص ماشي. ماشي. ابو مسمار. هو سيد. بناتي يا ابو مسمار. يلا تعالي. بناتي والنبي. حول الله يا رب. يلا يا صالح غني لنا يا صالح. تعالى يا سيد ورس هنا كده في النص، حل اليوم كده يا سيد كده. يلا رمضان جانا وفرحنا له بعد غيابه وبقاله زمان، غنوا له شهر طوله، غنوا له اهلا رمضان.